يخرجوا آلات عجب ويخترعوا أمور تفنى الأعمار. أمر الملوك جملة تتحارب وجر القن في مجرى في أمر وصار. ساعات فرص ما كانش من مراكش تسمى الآلات تضرب. الآلة جية زاهية بالعود وطار وتخسر في آلات وحوايج تكتب واللي صار اليوم يصبح في التصوار. كبنا وزهينا ودرنا ما يعجب وقرينا العلوم وحفظنا الأسوار. كبنا وزهينا ودرنا ما يعجب ودنيتنا مثل عروسة في التشهار. بركة ولات زوج والجلد مكلب وداروا حجرات عنها بلا غبار. تاجر هذا الوقت على الخرقة يكذب والسوق الأسود داخل معاه السمسار. بنادم يلوق بك مثل الثعلب ولا في الدنيا ويعبد في الدينار. ما باقي شي عايش في الدنيا طيب ولا باقي شي ما تزهى به نهار. ننصحكم ونصيحتي صدور الرب تهلاو في يديكم هو الخيار. اللي عنده مال يشري به الحب يشد لسانه على البلا يخطي الاسرار. ولكن يا صاحب الدنيا جرب تلعب لك كلاب تقطم الفار. يتقانع عنه يطق ويهرب من بعد يجيبوا بين المخالف في الاسرار. سوى لا ترفع بالليت ولا وسط الجهل وياك الكبر عليه الكبر عباد. ما تعرف الايام راح تتحول وحال الدنيا كي مرار الجبادة. اللي يطلع للسماء لابد ينزل ولا من راقد في الهوى دار وسال. لا تنسى يا صاحبي ولا تقفل واعرف روحك يغزل الصيادة. راك مزل بحياة اللي بيها من اللي يحسن عونك سارية بك احمد. وإلا قلت الحال مازال مطول وياك العمر تكون عدو الحدادة. حال الدنيا كي اللي راه مقيل واستبدا وقت العشيه وتمادى. ماذا شفنا من عرب كانت ترحل وتفقدت من المال ولا تجنادة. وماذا شفنا من مواعد تتنزل وركبت في الانعاش وعطات القادة. كي شفناها واج دارت في جول وعرفنا الايام ما فيها راس. باعت فيها ناس وشرت المنزل وربحت فيها قال ناس سعاده. يوم خلقني خالق